السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدت لكم بفيديو جديد والذي سيكون عن نص علمي حول آليات النمو والتجديد الخلوي عند الكائن الحي. إذا قبل ما نبدأ، ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، الضغط على زر اللايك، فهذا يحفزنا لنشر المزيد إن شاء الله. إذا نبدأ على بركة الله. أنتم متأكدون من الضغط على زر اللايك؟ إذا نبدأ. اعتمادا على ما درست ومعلوماتك، لخص في نص علمي آليات النمو والتجديد الخلوي عند الكائن الحي. إذن الجواب أو النص العلمي يقول: يعرف النمو على أنه مجموعة التغيرات الكمية التي تشمل تزايد حجم الكائن الحي ووزنه بشكل غير عكوس. كما نعرف أن لمعظم خلايا الكائن الحي عمرا محدودا، لذلك تخضع هذه الخلايا للتجديد المستمر. الإشكالية: فما هي آليات حدوث النمو والتجديد الخلوي عند الكائن الحي؟ إذن على بالي الصورة مش واضحة مليح، ولكن اعتمدوا على الصوت باش تكتبوا يعني الموضوع. اعتمدوا على الصوت. يتجلى نمو النبات في التحول التدريجي للنبيتة الناتجة عن انتاش البذرة إلى نبات ضخم، حيث تتوضع مناطق النمو عنده على مستوى القمم النامية المتواجدة بنهاية الجذر والساق. تنتظم هذه القمم في منطقتين: منطقة ميريستيمية تتميز خلاياها بالقدرة العالية على الانقسام وذات صيغة صبغية ثنائية 2N، تعلوها منطقة الاستطالة وفيها تتزايد أبعاد الخلايا بفضل الضغط الممارس على جدرانها الوسطية الناتج عن امتصاص الماء، بينما يتم النمو عند الحيوان على مستوى أنسجة متخصصة تحوي خلايا تسمى بالخلايا الإنشائية صيغتها الصبغية ثنائية، تتميز بقدرتها على الانقسام مما تسمح بتجديد المتواصل للأنسجة. إن قدرة الانقسام التي تتميز بها الخلايا الميريستيمية أو الخلايا الإنشائية تجعلها تمر بظاهرة حيوية مستمرة هي الانقسام الخيطي المتساوي. يمكن تقسيمها إلى 4 مراحل حسب مظهر الصبغيات: مرحلة تمهيدية، استوائية وانفصالية، ونهائية، لتنتج في الأخير خليتين بنتين بكل واحدة نفس عدد صبغيات الخلية الأم. إحدى الخليتين تنمو وتتميز من أجل أداء وظائفها وتحتفظ الأخرى بخاصية الانقسام. نلخص آليات النمو والتجديد الخلوي في: زيادة عدد الخلايا عن طريق التكاثر بفضل الانقسام الخيطي المتساوي، استطالة الخلايا بزيادة أبعادها، وهذا كله يحتاج إلى إمداد بالعناصر الضرورية للبناء والتي توفره التغذية إذا هذا هو النص العلمي الخاص بآليات نمو التجديد الخلوي عند الكائن الحي. إن شاء الله يكون عجبكم واستفدتم منه ولو بالقليل. لا تنسوا بشكل عادة اشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات والضغط على زر اللايك، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، ودمتم في رعاية الله وحفظه. اقترحوا لنا مواضيع ندير لكم عليهم حلول، ونراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. دمتم في رعاية الله وحفظه.